نعم، فيما يخص العملية، هنالك عمليات متواصلة لقوات السلطة الديمقراطية والقوات المشاركة معها مثل قوى الأمن الداخلي وقوات التحالف الدولي. تم إلقاء القبض على العديد من الذين كانوا يتعاملون مع داعش، الذين كانوا يسهلون الأمور لداعش في هذا المخيم، وبالإضافة إلى عناصر لداعش. الأمر الأكثر أهمية هو أن نتحدث عن أهمية هذه العملية بشكل عام. طبعا عندما نرى العمليات التي ينفذها داعش في البادية السورية في الوسط السوري وتواجد عناصر لداعش في هذه المنطقة، بالإضافة إلى ذلك تواجد عناصر لداعش في المناطق التي تحتلها تركيا، من هذا المنطلق ندرك أهمية هذه العملية التي قامت بها قوات السلطة الديمقراطية بالتعاون مع التحالف الدولي. طبعا داعش لم ينتهي بعد، والكل يعلم ذلك، والقوات الأمريكية في سوريا والتحالف الدولي أيضا يعلم ذلك جيدا. وحسب الأخبار التي جاءتنا بأن الخارجية الأمريكية أوصلت الجانب التركي بأنها لن تنسحب من سوريا بسبب تواجد داعش وقدرتها على العودة مرة أخرى. طبعا داعش استغل عمليات القصف التي تجري في الوسط السوري، وخصوصا بعد الضربات الأمريكية التي جاءت ضد المجموعات التابعة لإيران. طبعا الفوضى هي الوسيلة الأنسب لداعش للعودة إلى الأرض والسيطرة على الأرض، وبالتالي هذه العملية التي تقوم بها قوات السلطة الديمقراطية هي عملية بإمكان القول بأنها تسد الطريق أمام عودة داعش. طبعا مخيم الهول هو البؤرة التي تنطلق كافة عمليات داعش منه في الأراضي السورية، وبالتالي هذا المخيم يشكل خطرا كبيرا على العالم وعلى التحالف الدولي، والقوى المتواجدة ضمن التحالف الدولي عليها أن تجد حلا سريعا لهذا المخيم. نعم أستاذ نورهات، بسؤالي الأخير، هل هناك أي معلومات حول توقيت انتهاء عملية الإنسانية والأمن؟ لا، ليس هنالك أي معلومات حول هذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع هو عمل القوات العسكرية، يعني القوات العسكرية هي من تحدد، ولم نحصل على أي معلومات حول هذا الموضوع، وبالتالي العملية مستمرة لحين انتهاء من تواجد داعش أو خطر داعش في هذا المخيم. نعم، من شمال شرق سوريا الأستاذ نورهات حسن، صحفي. طبعا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات.